قرار من النيابة بتجديد حبس 43 طالباً بجامعة الأزهر 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامهم بتنظيم مظاهرات بدون ترخيص وإثارة الشغب والتجمهر، أو قرار أصدره رئيس جامعة بمنع طلاب من حضور امتحاناتهم كنوع من تأديبهم، ربما على جرأتهم في التعبير عن مطالبهم وآرائهم السياسية. بين هذه الأحكام الجائرة والقرارات التعسفية يدخل طرفاً آخر في معادلة السلطة لكبح جماح الحراك الطلابي، فنرى وبشكل متكرر هجوماً من البلطجية على المدينة الجامعية لطلاب الأزهر في مدينة نصر بالمولوتوف والحجارة دون أي رد فعل من قوات الشرطة أو الجيش لمنعهم أو التصدي لهم، بل يقول المتهجم بكل وضوح أنه لا قانون يحاسبهم. دليل يعني خربها من الاخر. حد يخربها؟ حد قال لك حاجه؟ حد قال لك ان انا اخوان؟ واما عن خارج الجامعه فلا مفر ايضا من استنشاق الغاز والتعرض للاصابه بطلقات الخرطوش كما حدث لطلاب جامعتي عين شمس واسيوط في مظاهراتهم التي خرجت للتنديد بالقمع الامني واعتقال زملائهم، وهو ما لمح له وزير الداخليه في اخر مؤتمر عن قدرته في فض هذه التظاهرات سريعا. ان اللي بيحصل في الجامعه والمظاهرات اللي بتتم، احداث العنف اللي بتتم، انا قادر ان انا اخلصها في 5 دقائق. في ظل هذه الاحداث يفقد حراس الجامعات شهامتهم ويتعرضون لفتيات الجامعات بالضرب تاره والاهانه تاره اخرى دون رقيب او حسيب. هي كلها أوضاع دفعت بمقال على موقع جريدة نيويورك تايمز ليكون العنوان واصفاً الوضع بأنه أسوأ أيام مصر، بما يطال طلاب مصر من انتهاكات داخل حرم الجامعات أو خارجها.